بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله عصير قمر الدين. عندنا تلت لفة قمر الدين، دي هتعمل لنا حوالي 3 كوبايات كبار، وهنقطعها صغير قوي بايدينا. بعد كده هنحط قمر الدين في الشفشق اللي هننقعه فيه، وهنحط عليه حوالي لتر مية، وهنغطيه ونسيبه منقوع حوالي 2 3 ساعات. ومن وقت للتاني وقمر الدين منقوع هنديله تقليبتين. خلاص كده قمر الدين اتنقع معانا كويس قوي، وخلاص القطع بتاعته دابت في المية، وهنحطه في حلة وهنحط عليه السكر حسب ما احنا عايزين، وهنحطه على النار وهنحطه على نار متوسطة وهنقلبه شوية لحد ما السكر يدوب، وهنسيبه يغلي حوالي 10 دقايق. خلاص طفينا النار على عصير قمر الدين، وعايزين نصفيه نصفيه، عايزين نسيبه زي ما هو هنسيبه، وبعد كده هندخله التلاجة لحد ما يسقع معانا ويتقدم. جربوه وإن شاء الله يعجبكم.